تبرير ذلك لهذه الدول الحقيقة معاناة شعوبها. في هذا السياق أود أن أسلط الضوء على القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2174 بشأن الأشقاء في ليبيا، والذي بدوره الأرضية لردع الأفعال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في ليبيا، ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وصولاً إلى مرحلة الدخول في حوار سياسي شامل. إطلاق النار الفوري وصولاً إلى مرحلة الدخول في حوار سياسي شامل ودعم العملية السياسية الجارية في ليبيا وكافة الجهود بما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها. كما ندعو جميع الأطراف السياسية في ليبيا للالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة، آملين بتنفيذ الخطة المقدمة من مجلس النواب في ليبيا والرامي إلى وقف العنف ومواصلة العملية السياسية. وختاماً نتوجه بالدعاء إلى العلي القدير أن يوفقنا جميعاً ويسدد خطانا على طريق الخير لما في عزة شعوبنا وازدهار دولنا وتقدمها في ظل التوجيهات السامية والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.